ف يعني بستغرب انه احنا للتعذيب اللي تعرضنا له والتنكيل اللي تعرضنا له. يعني انا تعرضت لاشد انواع التعذيب، من الكهرب لتكسير الريش، يعني صور في المستشفى الريش مكسره اليمين والشمال عندي، الكهرب في جميع انحاء جسمي، التجريد من الملابس، الاصفاد اللي في الايدين، اللي اهم من هذا كله اللي هو العصبه اللي على العينين. 55 يوم انا معصب العينين، مش شايف اي شيء، لا ارى اي حاجه، يلهيك انه ما فيش غذاء، الاكل مش موجود، نفتقد لاي حاجه. يعني احنا حتى في الصلاه لما نيجي نقف نصلي ما بتقدر، شباب عمره 20 سنه و30 سنه بتقدرش تقف تصلي، شباب بتقعد قعود ما بتقدرش تصلي، ما فيش انك ما فيش اكل، ما فيش غذاء. وانا اليوم برفع المناشده هذه من منصتكم، انه بناشد كل ضمير حي انه يطلع على معاناة الاسرى والمعتقلين داخل السجون الاسرائيليه، لانه بنتعرض او التعرض لاقصى التنكيل، لاقصى التعذيب، حاجات يعني لا يتصورها العقل لا الانسان ولا الحيوان. اللي شفناه في المعتقلات سيء جدا، من كهرب، من كلاب بوليسيه، من تجريد من الملابس بشكل كامل، من الحديد، الاصفاد في الايدين في مده الاعتقال كلها. يعني تعرضنا لأسوأ انواع، بل فنون التعذيب، يعني بقدرش اقول تعذيب بل فنون التعذيب، لانهم عندهم فنون للتعذيب، من التعذيب الجسدي للتعذيب النفسي بشتى انواعه. التلفزيون العربي.